واه شنو نقول لك، لا يليق بالمستوى الفريق الوداد البيضاوي، ولا يليق بمستوى مقابله في دوري المجموعات، ولا يليق بتاريخ الوداد البيضاوي. ما كنتحمل المسؤوليه، فهمتيني، كنتحمل المسؤوليه لكل شيء من غير الجمهور مسكين كيتبعهم كيتفرج الغيورين. حشومه عليكم يا لعابه يا مدرب يا رئيس، حشومه عليكم. راه الوداد هذه المقابله اليوم كنا نتسناو نجيب فرقه اكس بعيده عن اللعب بهذ النتائج اللي دازوا، خاصها تربح اليوم وتكون في مستوى عالي على الاقل تجيب بوان. والله يصايب، نقول لك والو، الله يصايب اش غنقول لك. انا كنتمنى بالوداد يخيبوا ظني وندوزوا ان شاء الله ندوزوا ان شاء الله دور المجموعات. خويا انا كودادي ما بقيتش حامل هذه الفرقه هذه، لا مدرب لا رئيس لا لعابه، لا ما كرهت هذه الفرقه هذه على هذا اللعب اللي داروا اليوم. والله العظيم حشومه عليك. المسؤوليه لاعبين كيتحمل المسؤوليه المدرب، والثاني كيتحمل الرئيس اللي جيب هذا المدرب هذا اللي في كل ماتش كيدخل بنفس الخطه. ما كايناش هذه، ما كايناش في كل ماتش تدخل بنفس الخطه وعنده هذاك مترجي. علاش ما كيدخلش داك الدري؟ حشومه عليه، عيب حشومه ما يدخلش داك الدري. عندنا داك احنا الناس خصو يمشي بحالو، هذاك حركات خصو يمشي بحالو، هذاك بزاف عدد ديال اللاعبين خصهم يمشيو بحالاش. حنا انا كودادي كنموت على الفرقه هذه وكنمشي معاه فين ما كانت، وكنموت على الفريق. ولكن الا بقى الوداد بحال مكيان ما ربحت هذا الزائم. عمرها كانت الوداد، كانت في 2017، ولكن ماشي بحال مكيان، ماشي بهاد اللعبه اللي لعبها الوداد دابا. خاص الوداد باش تقاد خاص يمشي المدرب اخو، خاص المدرب يمشي، وخاص الرئيس ديال الوداد يقاد الفرقه يمشي حتى هو بحالاته. كما طرى اكرم يقدر يطرى ليه هو. اكرم راه شي حاجه اللي هربانه على الناصيري وبشي بحالاته. ما يقدرش هذا الرئيس هذا نديروا ليه شي حاجه اللي ما كايناش، وكيف ما كان الحال راه غنبقاو في دار. وكنقول للوداد ديروا اللي عليكم، والوينرز راه دير اللي عليها. خويا انا رجاوي وكتفرج في الوداد، الوداد خصها تغييرات في انتقالات شويه. اللعابه ديالها راه ما لاعبينش كوره، هذه ماشي كوره. واش خاسرين ثلاثه الماتشات متابعين وهذا هو الرابع؟ شوها مع الجيش، شوها مع ديك سميتو عليها تيم سان داونز على الكاس، والماتش الاول ديال العصبه خاسرين، وهو الثاني خاسرين. شدي لعب البطوله مع الجيش ثلاثه حشومه، وكطيحوا بيضه وانا رجاوي انا، فهمتيني؟ علاش الجيش يربحوهم؟ علاش؟ الحمد لله، واخا صراحه انا رجاوي، ولكن كنتمنى ان فرق الوداد انه كيمثل المغرب، كنتمنى ان فرق الوداد انه يولي احسن من هكا، وكنتمنى من الرئيس انه حتى هو فهمتيني يشوف يعني شي لعابه زوينين تبارك الله يجيو انهم مثل الوداد. للمدرب وللاعبين صراحه ماشي غادي نحملوا المسؤوليه المدرب كامل، ولكن كنتمنوا ان من عادي الرمزي انه تا هو يشوف شي لعابه اللي يكونوا زوينين وسمعوا شي لعابه يكونوا في مستوى انهم مثلوا فرق الوداد، لان فرق الوداد دي فرق كبير فهمتيني وتاريخ كبير. و صراحه الوداد خاصها بس تقاد، خاصها تجيب شي لعابه يكونوا زوينين، وخاص صراحه ان حتى الرئيس انه تا هو يقلب على شي سميتو. احنا كجمهور فهمتيني، كجمهور انا كنبغيو نتفرجوا، كنبغيو نشوفوا اداء لعابه يكونوا زوينين، وكنبغيو انهم يمثلوا يعني المغرب في واحد الصوره اللي تكون واحد الصوره احسن فهمتيني. وكنتمنى من فرع الوداد انه ان شاء الله يرجع كما كان، وكنتمنى الفوز فرع الوداد البيضاوي.